اهلا بكل متابعينا في حلقه جديده من كورس الميديت سيستم. ان شاء الله النهارده هناخد تطبيقات على استخدام المؤقت تايمر زيرو كعداد، ودي الحلقه الثانيه. طبعا لازم تكون سمعت الحلقه الاولى وفيها بشرح ريجسترات والبيتس الخاصه بتايمر زيرو كعداد. قبل ما نبدا، لو دي اول مره تشوف فيها القناه بتاعتي او الفيديوهات اللي على القناه، انت بتسمع الفيديو هتنزل تحت الفيديو مباشره، هتلاقي فيه كلمه سبسكرايب هنا، سواء كنت على اللاب توب بتاعك او على الفون هتضغط على كلمه سبسكرايب، هيظهر علامه جرس هنا تضغط عليها عشان يجيك اشعار باي فيديو نرفعه. وكمان ما تنساش تبص على الوصف اسفل الفيديو، هتلقى فيه حاجات مهمه برفعها زي مثلا المحاضرات واللينكات اللي انا بشتغل منها. ما تنسوش تعملوا طبعا لايك للفيديو وشير عشان الفايده تعم. ده البيك بتاعنا. طبعا انا موصل ماستر كلير، وده التوصيل الامثل زي ما احنا قلنا. موصل الكريستال عندي على A4، انا موصل هنا مقاومه بول اب وسويتش. انا هشرح طريقه البول اب بس. طبعا C2 عندي هنا، انا موصل لمبه، اللمبه دي 220 فولت اي سي طبعا، فبالتالي ما ينفعش اوصلها مباشر، لازم مع ريلي، وما انساش احط الفري ويلنج دايود والترانزستور. والمقاومه هنا هتبقى 4.7 كيلو، ده عشان يتفعل الترانزستور في منطقه الساتوريشن عشان يشغل لي الريلي. نبدا مع بعض كده. الفكره كالاتي، ان اللمبه في البدايه طافيه، هضغط على السويتش ده 5 ضغطات ينور اللمبه 3 ثانية، وبعد كده تطفي. تعال مع بعض كده، 1 2 3 4 5، هتنور 3 ثانية وبعد كده تطفي. كمان اضغط 5 ضغطات تانية، 1 2 3 4 5، هتنور 3 ثانية وتطفي. طبعا ما تنساش ان هنا الطرف اللي في النص ده متوصل على A4، لان A4 هي مين؟ البنة الخاصة بتايمر زيرو كاونتر. هنشوف الكود مع بعض. الكود سهل، في دالة الفويد مين. طبعا انا مش هستخدم موضوع الانتربت، انا مباشرة هبدأ تايمر زيرو بزيرو وابتدي اخليه يزيد. اول ما يوصل لخمسة يبقى هو كده حقق العدد المطلوب منه. قلنا انه هيبدأ من زيرو لخمسة، العداد دي عددها 5 لان هو عنده انيشيال بزيرو. تيجي له كلوك يزيد بمقدار 1 يبقى 1، كلوك كمان يبقى 2، كلوك كمان يبقى 3، فما ينفعش تقول لي من زيرو لخمسة يبقى 6، غلط. انا في البداية معرف C2 اللي هي البن الخاصة بالاوتبوت، وطبعا احنا قلنا ان ينفع البت تتكتب باسمها اندرسكور بت. طبعا قلت اس بت اسمها خليه لامب ات C2، تمام؟ او ممكن تقول هاش ديفاين لامب RC2 اندرسكور بت، RC2 اندرسكور بت ممكن تتكتب كده، اللي هو الكتابة اللي معتادين عليها، بورت سي دوت بي 2، يبقى الكتابة دي نفس الكتابة اللي هنا دي، مفيش اختلاف. وعرفت كمان متغير اسمه تيست قيمته ب5، كونستانت، تمام؟ التعريفات دي في البداية خليتها عشان لو رجعت تاني للكود يبقى انا فاهم بكتب ايه او انا موصل ايه. يبقى في البداية عندي لازم اعرف C2 كاوتبوت، ممكن اكتب الخطوه دي بالشكل ده، او ممكن اكتب اسم البت، اسم البت اسمها تريس C2 اندرسكور بت بزيرو كاوتبوت. قلت اللامب بيساوي زيرو في البدايه، ما انساش اعرف A4 كانبوت، ممكن تكتبها تريس A4 اندرسكور بت، او ممكن تكتبها تريس A.B4 بيساوي 1 لان ده اسم البت مباشره. نروح للاوبشن ريجستر. الاوبشن ريجستر ادي اول 2 بتس ناحيه الشمال، هي تخلي لي التايمر يشتغل ككاونتر. البت دي شغال مع الفولينج انج، خليتها بواحد، دي خليتها بواحد يعني بري سكيلر عندي بنسبه 1:1، يعني اي ضغط على A4 التايمر يزيد بمقدار 1. لو انت هتكتب الريجستر بالشكل ده ما انساش هنا احط كمان 3 قيم، ان شاء الله اي 3 قيم، اي 3 قيم عشوائيه، لان اوتوماتيك انا عايز مين التايمر يعد بنسبه 1:1، فبالتالي دي 3 قيم مش هتفرق معايا. ده لو انا شغال على الاوبشن كامله، انا هشتغل على بت بت بيبقى اسهل. تايمر زيرو كلوك سيلكت بت انا خليتها بواحد، لو انا شغال على مين A4 هي ديفولت 1 في الريجستر. تايمر زيرو سيلكت ايدج انا خليتها بواحد عشان انا اشتغل على الفولينج ايدج، والبي اس اي خليتها بواحد اشتغل على مين، على 1:1 جري سكيلر خاص بتايمر زيرو. قلنا ان الثلاث قيم دول ديفولت، يعني القيمه دي ديفولت في البرنامج، دي ديفولت دي ديفولت، يعني الثلاثه ممكن اكتبهم او ما اكتبهمش. طب ايه رايك الثلاثه بيتس دول لو انا عملت كومنت كده، يعني انا مش مفعلهم في البرنامج، هل تايمر زيرو هيشتغل ككاونتر؟ وهل فعلا هيعد بنسبه 1:1؟ انا هعمل بلت على الوضع ده اهو تاني. تعال كده روح للسيميوليشن قبل ما اكمل البرنامج عشان تتاكد من الموضوع ده. خلي بالك اهو، 1 2 3 4 5، اللمبه هتشتغل 3 ثانية وبعد كده تطفي. خدتوا بالكم؟ يبقى انا في حاجات ممكن ما اكتبهاش في البرنامج وتبقى انا فاهم تفعيلها ازاي، انا عارف القيم الديفولت كام. نرجع تاني، انا رجعتهم تاني، انا هسيبهم عشان تبقى فاهم انا هعمل ايه في البرنامج. يبقى اول حاجه ظبطته من A4 عشان يشتغل على كاونتر، يبقى هنا كده شغال مع مين، مع الفولينج ايدج. الفولينج ايدج تبقى بدايه الضغطه ولا نهايتها؟ خلي بالك ديفولت داخل 1، لما انت تضغط يروح داخل مين، لما تضغط كده يروح داخل 0،
يبقى هو اتنقل من 1 ل 0، يبقى الفولينج ايدج كده، يبقى هو هيشتغل مع بدايه الضغط كده. انا هرفع ايدي، يبقى وقتها كده التايمر في الوضع ده عدى بمقدار 1، هرفع ايدي هضغط تاني كده هو التايمر زاد بمقدار 2. طب لما ارفع ايدي ما يحصلش حاجه. 3 4 نيجي للخمسه مع بدايه الضغط. بص مع بدايه الضغط ايه اللي حصل؟ نور اللمبه 3 ثانيه وهتطفي، تمام؟ لما ارفع ايدي مفيش حاجه تحصل. فهمت الفكره؟ يبقى مع بدايه الضغط عندك هتشتغل اللمبه. طب هتفرق معاك في الفولينج ايدج ولا الرايزنج ايدج؟ هتفرق معاك في حاجه؟ اه هتفرق، بس قبل ما نقول هتفرق في ايه، تعال نخلي دي زيرو. زيرو ابقى انا شغال كده مع مين؟ مع الرايزنج ايدج. رايزنج ايدج كده تعال نشوف مع بعض كده، نعمل رن. ادي ضغطه 2 3 4، بص الخمسه ضغطت اهو، في بدايه الضغط ما حصلش حاجه لان وقتها داخل زيرو. ارفع ايدي يدخل واحد، يبقى تحولت من زيرو لواحد، يبقى دي رايزنج ايدج. يبقى مع بدايه رفعه ايدك يبتدي التايمر يعد يحقق المطلوب منه. اتمنى تكون الفكره كده واضحه. لا انا هشتغل على الفولينج مع بدايه الضغط. هتفرق معايا في البرنامج حطها فولينج ولا رايزنج؟ هتفرق طبعا. تفرق في ايه؟ لو عندنا خط انتاج ومنتج بيعدي على الخط ده وفي سنسور بيحس بالمنتج عشان يديني عدد المنتجات اللي بيطلعها المصنع في اليوم، واخلي التايمر يعد مع ان السنسور يحس مع حافه المنتج ولا مع نهايه الحافه، يبقى هيحس مع بدايه الحافه ولا نهايتها؟ طبعا واحد هيقول لي هخليه التايمر يزيد بمقدار واحد مع بدايه حافه المنتج، هقول له كلام خطا مش صحيح، لازم يبقى مع نهايه المنتج عشان اضمن ان المنتج عدى الناحيه الثانيه، عدى السنسور، فبالتالي الكهرباء لما تقطع وترجع ثاني السنسور ده ما يعدش المنتج مرتين، فعشان كده الكلام ده بيفرق عمليا. اخلي تايمر زيرو بزيرو في البدايه، احطه انيشال لان ممكن يبقى فيه قيمه من قبل كده، فلازم اصفره في البدايه، تمام؟ طبعا انت كل ما تضغط عليه اربعه تايمر زيرو هيزيد بمقدار واحد، تمام؟ فانا اجي جوه هواي الواحد هنا اللي انت شايفها دي، اروح اعمل تشيك، هل التايمر عندي وصل لقيمه التيست؟ وخلي بالك التيست انا معرفها فوق بخمسه، تيست كده بخمسه، هل وصل لخمسه؟ اول ما يوصل لخمسه اعمل ايه لللمبه نورها؟ استنى 3 ثانيه. بس ما تنساش تصفر التايمر لان التايمر هيبتدي يعد بعد الخمسه، هيبقى 6 7 8، فانا هصفر التايمر، تمام؟ يبقى اصفر التايمر عشان يبتدي يعد من جديد، عشان اضغط 5 ضغطات ثانيه بعد كده ينور اللمبه. طيب هستنى 3 ثانيه، بعد ال 3 ثانيه اروح اقول له ايلس واطفي اللمبه. هو كده البرنامج انتهى، بس انا هحط لك بعض الملاحظات على البرنامج ده عشان ايه؟ تبقى فاهم البرمجه وفاهم انا بشتغل ازاي. اول ما التايمر يوصل لخمسه هتنور مين؟ اللمبه انت، تمام؟ طب ايه رايك لو انا عملت كومنت لتايمر زيرو، عملت كومنت للديلي، وعملت كومنت لال سي دي، ايه اللي هيحصل في البرنامج؟ التايمر زيرو اول ما يوصل لخمسه هيروح ينور اللمبه مباشره. طب هيطفيها؟ لا مش هيطفيها لان انا شلت امر الخاص باطفاء اللمبه. نعمل بلت على الوضع ده، هنضغط 1 2 3 4 5 هتبقى منوره. هتطفي؟ لا طبعا مش هتطفي، هتفضل منوره على طول، حتى لو انت ضغطت بعد كده هتبقى منوره على طول لان انت ما طفيتهاش. وحتى في البرنامج هنا لو رحت عامل قلت تايمر زيرو هيساوي زيرو برضه مش هتطفي. ليه؟ لان تايمر زيرو هيوصل لخمسه، اوكي هينور اللمبه، هيرجع يصفر تايمر زيرو، هيبدا من زيرو عشان يستعد يعد من جديد. طب انت اللمبه ما طفيتهاش، بعد 5 ضغطات كمان المره الجايه هيدخل هينور اللمبه تاني وهي اصلا منوره من قبل كده وانت ما طفيتهاش. نعمل بلت على الوضع ده، نعمل ستوب رن. تعال كده ادي ضغطه 2 3 4 5 نورت، تبقى منور على طول مش هتطفي. اضغط 5 ضغطات بعدها تاني مفيش اي حاجه، حتى لو انت صفرت التايمر لان انت ما طفيتهاش، يبقى لازم اطفيها. وهشيل الديلي لان الديلي مهم، لان هتبقى منوره هيصفر التايمر هيطلع مباشره هيروح طفيها، فانت مش هتشوف الموضوع ده. فانا بحط له الديلي عشان تبقى منوره ل 3 ثانيه، لو شلت الديلي هتنور وتطفي وانت مش هتلاحظها، فانا احط الديلي. نعمل بيلت، خلي بالك انا شغال على مين؟ على الفولينج ايدج، يعني دي مخليها بواحد. 1 2 3 4 الخمسه يبقى مع بدايتها ولا نهايتها؟ مع البدايه عشان تبقى فولينج ايدج. ارفع ايدك يبقى ده كده عمل ايه؟ هتنور 3 ثانيه وطفي. في حته مهمه عايزك تاخد بالك منها، انا مصفر التايمر في البدايه هنا، يا ترى صفر التايمر في البدايه ولا صفر التايمر بعد الديلي؟ خلينا مصفر التايمر في البدايه انا، ايه اللي هيحصل؟ نعد 5 ضغطات تاني، 1 2 3 4 5 هي منوره، 1 2 ضغطت ضغطتين واثناء هي منوره، اثناء الديلي، اثناء هي منوره بمعنى انا داخل داله الديلي، يبقى انا ضغطت ضغطتين اثناء داله الديلي، ركز معايا كده. يبقى في البدايه التايمر عد من زيرو لكام؟ 5، اول ما وصل لخمسه يبقى دخل نور اللمبه، التايمر عمل ايه لنفسه؟ صفر نفسه، هيبتدي من زيرو تاني، بعد الخمسه انت صفرته مباشره، طيب انت ضغطت ضغطه كمان، يبقى ضغطت ادي واحد ادي اثنين.
تمام؟ فانا ضغطت ضغطتين اثناء الديلي دي، فلما يطلع من الديلي ويرجع تاني هيلقى التايمر فيه 2 من قبل كده، فيا ترى لو كملت انا ضغط، خلي بالك انا ضغط 2 اثناء الديلي، هقول 3 4 5 نورت اهي، معنى كده ان عدد العدات اللي انت بتضغطها اثناء ما تكون الحاجه منوره وفي ديلي بيحسبها. بيحسبها ليه؟ عشان انا مصفر التايمر في البدايه، اول ما التايمر يوصل لخمسه مباشره هيروح يصفر التايمر يبقى زيرو. اثناء الديلي ده انا ضغطت ضغطتين، يبقى التايمر يزيد بمقدار واحد يبقى واحد، ويزيد بمقدار واحد كمان يبقى اتنين. ده اثناء الديلي. بعد الديلي انا ضغطت ثلاث ضغطات، قلت ثلاثه اربعه خمسه، يبقى يرجع تاني يعمل تشيك، يبقى فعلا التايمر قيمته بقت بخمسه، يبقى ينور اللمبه. تعال نجربها تاني، هعمل ستوب تاني من اول اهو عشان تتاكد. هقول كده واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، واحد اتنين تلاته، ده اثناء ما هي منوره اثناء الديلي. يبقى كده التلاته اللي انا عملتهم اتحسب، اربعه خمسه، رجع نورها تاني. طب ايه رايك لو انا جيت هنا بعد الديلي كده رحت مصفر التايمر، ايه اللي هيحصل؟ تعال نعمل بلت بالوضع ده، نعمل رن من جديد. ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه اثناء الديلي، واحد اتنين تلاته. يبقى انا اثناء الديلي ضغطت كام ضغطه؟ ثلاثه. في الحقيقه مش هيحسبهم هنا ولكنه شايفهم. تعال كده اتاكد، المفروض اكمل اقول اربعه خمسه، مفيش حاجه حصلت، لان اثناء الديلي الضغطات اللي انت ضغطتها ما اتحسبتش، هو اوريدي التايمر زاد فيها، القيمه فعلا زادت لكن ما اتحسبتش معاه. فانا ضغطت لغايه دلوقتي كام؟ اثنين ثلاثه اربعه خمسه، كده الخمسه. يبقى هو بيحسب بعد ما تطفي، يبقى بعد ما تطفي بيحسب الضغطات وقتها، لكن في جميع الاحوال التايمر بيزيد. هتتفهم ازاي؟ تعال كده، التايمر وصل لكام هنا؟ خمسه، اول ما وصل لخمسه هينور اللمبه. طب انت اثناء ده البرنامج محجوز في داله الديلي، تمام؟ فانت ما صفرتش التايمر، انت رحت ضغط ضغطه كمان، يبقى التايمر بقي 6، كمان ضغطه يبقى 7، ضغطت كمان ضغطه يبقى 8، بعد ما يخلص الديلي هيروح يرجع يصفر التايمر. التايمر يبقى زيرو. طب هيبقى زيرو، يرجع عامل تشيك، هل التايمر قيمته تساوي خمسة؟ لا، ده انا محتاج ضغطه 2 3 4 5، يعني خمس ضغطات بعد الديلي عشان يرجع يعمل تشيك تاني. طب يا باشمهندس، والضغطات اللي انا ضغطتها دي اثناء الديلي ولكنه شايفها، تمام؟ يبقى ولكنه شايفها لان انت صفرت التايمر بعد الديلي، يبقى بعد الديلي صفرت التايمر، فهيبتدي يعد من جديد لغايه ما يوصل لخمسه. طب الضغطات اللي قبل كده، ده اثناء الديلي بيزيد، بيبقى 6 7 وهكذا. يبقى تعال نتاكد تاني، يبقى ادي 1 2 3 4 5 اثناء الديلي، 1 2 انا ضغطت ضغطتين اثناء الديلي، هو اوريدي التايمر عدهم، بس انت بعد الديلي رحت صفرت، فصفرت كده التايمر بقي زيرو سيادتك، بعد ما اللمبه طفت التايمر بقي زيرو، يعد من اول 1 2 3 4 خمسة، اللمبة تنور. طبعا هنا انا محمل التايمر زيرو بزيرو، ودايما جوه كوايل واحد بسأل على التايمر هل وصل للقيمة اللي انا عايزها ولا لا، وقتها انفذ اللي انا عايزه. ودي كانت الطريقة الاولى اللي احنا شرحناها، ان انا محمل تايمر زيرو بانيشال اللي هي زيرو، بسيب التايمر يعد، اول ما يوصل للقيمة اللي انا محتاجها وقتها انفذ اللي انا عايزه، بس الكلام ده بيبقى جوه كوايل واحد، بعمل تشيك دايما جوه كوايل واحد. طبعا هنا القيمة صغيرة كنا عاملينها خمسة، فلو القيمة كبيرة اوريدي هو لازم يدخل جوه الانترابت. ده كانت الطريقة الأولى، لأن أنا كنت حاطط البري سكيلر بواحد، وقتها قيمة التايمر هي نفسها عدد الكلوكات اللي على مين؟ على A4. الطريقة الثانية أنا بحمل تايمر زيرو بانيشال فاليو اسمها X، بسيب التايمر يعد لغاية ما يوصل 255، كمان عدة إضافية هيصفر نفسه ويدخل جوه الانترابت. خلي بالك لما بيصفر نفسه يعني بيبدأ من صفر، كمان عدة يبقى واحد، كمان عدة يبقى اتنين، يبقى هنا المفروض أرجعه للإنيشال تاني عشان برضه يبدأ من الإنيشال يوصل للماكسيمم، كمان عدة يدخل الانترابت المرة اللي بعدها، لكن لو سبته يعد من زيرو هيقعد يعد من زيرو ل 255. القانون اللي بيحكم العلاقة دي إنه عدد العدات على A4 بتساوي 256 ناقص الإنيشال في بري سكيلر. بري سكيلر هنا في البرنامج بتاعنا يعني إحنا مستخدمينه واحد، بالتالي إن أنا عايز خمس عدات، خمس عدات عندي، ان انا بقول 256 ناقص الانيشال، يبقى اقول 5 بتساوي 256 ناقص اكس، يبقى الاكس هتطلع 251. يبقى حمل تايمر 0 ب 251، هسيبه يعد خمس عدات، هيوصل ل 255، في العده الخامسه هيدخل جوه الانتربت ويصفر نفسه. ما انساش احمل التايمر تاني بالانيشال بتاعه. تعال نشوف البرنامج بتاعنا كده، يبقى انا هجي كده الانيشال بتاعتي 251، ما انساش افعل الجلوبال وافعل الانيبل بت الخاصه بالتايمر، باقي الكود زي ما هو طبعا. هروح لداله الانتربت، في داله الانتربت هسال على الفلاج الخاص بتايمر 0، هل بيساوي واحد؟ اول ما يتحقق الانتربت مباشره اصفر مين؟ الفلاج. ما انساش ارجع احمل التايمر تاني بقيمه الانيشال 251، لان قلنا بعد
255 هيصفر نفسه، كل عدد تجيله يبقى بواحد اتنين تلاته وهكذا. لا ده انا مش عايزه كده، انا عايزه يرجع تاني يبدا من 251 عشان ياخد عدده كمان يبقى 252 وهكذا ل 255 عشان يدخل الاوفر فلو المره الثانيه. يبقى كده من 252 ل 0 هيبقى كده حقق عندي الخمس عدات اللي انا محتاجها، ده في المره الثانيه وهكذا. عشان كده لازم اصفر الفلاج في الاول ولازم احمل التايمر بالانيشال مره ثانيه، ده للمره الجايه. شايفين الكود اللي هنا ده؟ هقول لامب بتساوي 1 بعد كده اعمل ديلي، تمام؟ وانا هنا كنت بحمل التايمر بانيشال فاليو هبقى مش محتاجها، يبقى الجزء ده هاخده واحطه جوه داله الانتربت انه هينور اللمبه لمده 3 ثواني. طب والاف هنا؟ لا دي هشيلها مش محتاجها. هنا else مفيش else طبعا، هتبقى ان اللمبه هتبقى بايه؟ بزيرو، يعني هوايل واحد دايما اللمبه تبقى طافي. هنا انت داخل داله هوايل، التايمر هيبدا من 251، يبقى 251 تجيله عد يبقى 252، ده كله هو داخل هوايل ما زال اللمبه طافي. العده اللي بعدها يبقى 253، اللي بعدها 254، اللي بعدها 255، اللي بعدها زيرو. هتلقى هنا عدي دول هتلاقيهم خمس عدات. في وقت الزيرو ده هيروح داخل الانتربت، الانتربت يعمل ايه؟ يرجع يصفر الفلاج الخاص بالانتربت ويرجع يحط الانيشال. في نفس الوقت الجزء ده انا اللي جايبه من هواي الواحد اللي هو اللمبه عندي والديلي، تمام؟ يبقى كده عندي هيصفر الفلاج، حمل التايمر بالانيشال، ينور اللمبه، بعد كده يعمل ديلي 3 ثانيه. طب بعد الديلي 3 ثانيه هيرجع لمين؟ هيرجع لهواي تاني يروح طافي اللمبه. تعال نعمل بيلت على الوضع ده، طبعا مفيش ايرورز. بصوا معايا كده، ادي عده 2 3 4 5 نور اللمبه 3 ثانيه، هيرجع تاني لهوايل دلوقتي ويطفي اللمبه زي ما انتم شفتوا كده. عد كمان 1 2 3 4 5 نفس النظام 3 ثانيه هيطفي مين؟ هيطفي اللمبه. طبعا نفس الفكره هنا، نفس الفكره مفيش اختلاف عندي هنا. ان انا عامل ايه؟ انت حاطط الديلي فين؟ هنا. طب يا ترى محمل التايمر بالانيشال قبله ولا بعد الديلي؟ لو انت محمله قبل الديلي يبقى هو اوريدي في البدايه كان 252، هيبتدي يعد لغايه ما يوصل 255. اول ما يحصل اوفر فلو يبقى بكام؟ يبقى بزيرو. ارجع تاني هنا، كل عده هيبقى بعدها 1 2، لا ده انت مباشره رجعت حملته بمين؟ بالانيشال بتاعتك، يعني بعد الزيرو مباشره اتحمل بالانيشال. يعني اثناء الديلي لو انت ضغطت 252 253 دي 52 طبعا، 251 مش موجود لان دي الانيشال عندي. طيب كمان ضغط اثناء الديلي يبقى 254، يعني اثناء الديلي ما انت محجوز في جوه داله الديلي هو اوريدي كان بصفر، رجع تاني انا حملته بالانيشال، لما حملته بالانيشال استنى ضغطه تبقى 252، ده اثناء الديلي، 253 اثناء الديلي، 254 اثناء الديلي، يعني الثلاث ضغطات دول اثناء الديلي. طب بعد الديلي هرجع لهواي الواحد يطفي اللمبه، وما زلت انت هتضغط بعد الديلي، رحت انت ضاغط ضغطتين، ادي الضغطه اللي بعد كده وضغطه كمان يبقى صفر، يبقى وقتها يدخل الانتربت تاني. نفس النظام هنعد 1 2 3 4 5 اثناء الديلي، 1 2 3 عديت 3 عدات جوه مين؟ الديلي، يعني اثناء الديلي هنا وانا في الديلي عديت كام عده؟ 3. لما اطلع من الديلي هكمل؟ هيكمل على العدات القديمه، ادي 4 5 هتلاقي اللمبه نورت زي ما انت شايف، تمام؟ ده لو انت حاطط الانيشال بتاعت التايمر فين؟ في البدايه. طب لو انا حطيت الانيشال بعد الديلي، يعني خدت الخطوه دي من هنا حطيتها بعد الديلي، ايه المتوقع هيحصل؟ يبقى جوه هواي الواحد اول مره عد من 252 ل 255 بقي زيرو، اول ما بقي زيرو دخل جوه الانتربت، صفر الفلاج، خلى اللمبه بواحد. اثناء الديلي لما انت تضغط اثناء الديلي انت ما رجعتش حملت التايمر بالانيشال، لا ده هيبقى 1 2 3 بناء على عدد ضغطاتك وهكذا، لكن بعد الديلي رحت انت رجعته الانيشال، وليكن انت ضغطت ثلاث ضغطات اثناء الديلي، هترجع تاني تحمله بالانيشال يبقى 251، تروح انت ضاغط ضغطه يبقى 252، يبتدي يعد بعد الديلي. طب والعدات اثناء الديلي؟ يعني العدات اللي اثناء الديلي هنا وقتها هيعدها بس مش هيحسبها لان انت رجعت تاني حملته بالانيشال في الاخر. هعمل بيلت، نرجع نعمل ستوب ورن تاني، ركز معايا كده، 1 2 3 4 5 1 2 3 اثناء الديلي اهو، تمام وطافت. تعال نعد التلاته دول مش هيحسبوا، هو اوريدي التايمر عدهم لكن مش هيتحسبوا معاك، ان انت وقتها ترجع تحمل التايمر بالانيشال فاليو، يعني طافت كده يبقى التايمر في كام؟ 251، ضغطه كمان يبقى 52 53 54 55، تمام؟ ضغطه كمان يبقى كده هو دخل الانتربت، يبقى العدات اللي اثناء الديلي ما اتحسبتش. فهمت الفكره؟ اهو 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 ما اتحسبوش 3 4 5
نور تاني. اتفهمت؟ طبعا هنا الديلي ده بيعمل لي مشكلة، او ان انت تكتب كود طويل داخل الانتربت ده يعمل لك مشكلة. دايما يقول لك الانتربت او دالة الانتربت لازم الكود دايما يبقى قصير. فانا اعمل ايه؟ هروح شايل الجزء الاساسي اللي انا عايز اعمله. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل الجزئيه دي هنا، خلاص يبقى اشيلها. تمام، يبقى انا جوه داله الانتربت اعمل ايه؟ اصفر الفلاج واحمل التايمر بالانيشال فاليو مره ثانيه. ارجع اروح للداله الاساسيه، في الداله الاساسيه اعمل ايه؟ ركز معايا كده. يبقى داله الانتربت الكود بتاعها يبقى اقصر ما يمكن، ولا يفضل ان انت تستخدم ديلي داخل داله الانتربت. طبعا انت لو استخدمت ديلي بتمشي عادي بنمشيها، لكن البرمجه الصحيحه ان برنامج الانتربت لازم يبقى اقصر ما يمكن. تمام، فانا اعمل ايه؟ ركز معايا كده. اول ما ادخل داله الانتربت اصفر الفلاج، وبعد كده احمل التايمر بالانيشال. تمام، انا بعد كده عايز ارجع اروح اعمل ايه لللمبه؟ انورها واستنى 3 ثانية. طب ايه اللي هيخليني ارجع للكود او في الجزئية دي في الكود؟ اروح اقول له خلي فيه متغير قيمته تساوي 1. يعني لما ادخل دالة الانتربت وبالاخص الانتربت من تايمر 0، المتغير ده يخليه 1، وانا معرف المتغير ده بت. خلي بالك عرفته بت لان هو يا 0 يا 1 بس مش اكتر. فاول ما يدخل الانتربت يخلي الاكس دي بمين؟ ب1. يرجع جوه يعمل تشيك، هل الاكس بتساوي 1؟ دي معناها انه جاي من الانتربت. طب لو انت جاي من الانتربت تعمل ايه؟ نور اللمبه واعمل ديلي 3 ثانيه. طيب وبعدين ارجع تاني، هيطفي اللمبه، هيعمل تشيك على اكس، هيلقاها ب1، ينور اللمبه ويستنى 3 ثانيه. يبقى اللمبه مش هتطفي خالص، ده مباشره بعد ما نفذ اللي انا عايزه اخلي الاكس ب0. خلي ليه الاكس ب0؟ عشان هو خلاص نفذ اللي انت عايزه. يرجع تاني يعمل تشيك، هل الاكس ب1؟ يقول لك لا. يبقى يخلي اللمبه طافيه على طول. يستنى التايمر يعد 5 ضغطات، اول ما يعد 5 ضغطات يحسب اوفر فلو، يروح داخل الانتربت، وقتها يرجع تاني يخلي لك الاكس ب1. يرجع تاني يروح للداله وايل 1، يعمل تشيك على اكس بقيت ب1، يروح ينفذ. ده اصح كود ان انا اكتبه، اتمنى يكون الفكره واضحه. وخلي بالك ان التايمر هنا بحمله بالانيشال في داله الانتربت، فانت حملته بالانيشال قبل ما يروح ينفذ الداله وقبل ما يعمل الديلي. يعني الضغطات اللي هتضغطها اثناء الديلي هتتعدي معاك. تعال نعمل بلت على الوضع ده. رن، ادي 1 2 3 4 5، عمل ايه؟ نور اللمبه 3 ثانيه وهتطفي. تعال نكرر الموضوع تاني، 1 2 3 4 5 اثناء الديلي، 1 2 3 طلع بره الديلي، 1 2 عدهم على الثلاثه القدام بقوا 5، نور اللمبه تاني. تمام، يبقى تاني لما انا هستخدم التايمر ككاونتر وفي نفس الوقت هفعل انتربت، لازم افعل 2 بت الخاصين بالانتربت اللي هي الجلوبال والانيبل. احمل التايمر بالانيشال بناء على العلاقه دي، ان انا عايز عدد العدات تبقى 5، يبقى اقول 256 ناقص الانيشال، وقتها اشوف الانيشال تبقى بكام. ما تنساش البري سكيلر عندك، انا حاطط بري سكيلر 1، هيبتدي يعد، اول ما يوصل 255 عدى كمان يبقى 0، يروح داخل جوه داله الانتربت، اعمل تشيك على الفلاج الخاص بتايمر 0، كده انا متاكد ان الانتربت ده حصل من تايمر 0. اصفر الفلاج الخاص بيه، احمل التايمر تاني بالانيشال من جديد عشان يديني عدد العدات بعد كده، واعمل متغير ب1. ارجع تاني تحت اعمل تشيك على المتغير ده، هل بقي ب1؟ وقتها نور اللمبه، اعمل ديليت 3 ثانيه. ما انساش اصفر المتغير عشان ما يدخلش تاني هنا الا لما يدخل الانتربت. اتمنى كده كل الافكار تكون وضحت، ولميت فكره مهمة وعامة عن استخدام التايمر ككاونتر. طبعا في ابلكيشن تانية ان شاء الله هتتشرح في فيديوهات تانية خاصة بالتايمر ككاونتر. ولو عندكم اي استفسارات وتعليقات سيبوها لنا اسفل الفيديو، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب طبعا، وانتظرونا في فيديوهات تانية. شكرا جزيلا.